أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم واش نطيب اليوم لتأتيكم يوميا على قناتكم البلاد تيفي. يلا مشاهدينا الكرام كما جرت العادة ورقة وسيالة، جبت لكم اليوم ثلاث وصفات بالطبع ليكيبا من الأخر اليوم بزوج دورو ونديرو ميني بالطبع. واش مشاهدينا الكرام نقول لكم تانيك بلي رقم الهاتف راهو جوست قدامكم أسفل الشاشة. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم دخلوا ديريكت في الموضوع ولا في لي روسيت تاع اليوم. اليوم حبيت ندير لكم كراتا تاع بطاطا ولا كيفاش يقولوا لها بطاطا محشيه بطريقه جديده، مكونات سهله متوفرين في كل بيت، ومام طون حاجه تاع صيف نسيو كيفاش نديروا عفايس اللي يكونوا خفاف ومام طون ما يشدوناش اليد بزاف. انا عندي هنا حوالي كيلو تاع بطاطا، هذا الكيلو تاع البطاطا تحبوا تفوروه تحبوا تطيبوه في شويه ماء وشويه ملح وتكرازيوه كي يكون سخون. انا اغتنمت الفرصه راني وجدته ديجا من قبل باش ننقص عليكم شويه. انا عندي الكيلو تاع البطاطا هذاك ديجا راني كرازيته من قبل ووجدته، عندي حوالي زوج ربطات تاع معدنوس، عندي كميه تاع الطون المعلب اللي يقدر يدير صدر الدجاج اللي يقدر يدير لافيون داشي بولي اشي واش تقدر دير لك الاختيار. من مشاهدنا الكرام نقول لكم من فضلكم ما تربطش روحك بيا، انا نعطيك كيفاش يقولوا لا باز وانت ديروا في دارك على حساب المتطلبات اللي عندك، لا من ناحيه الخضروات كل واحد واش حاب ياكل، ولا من ناحيه اللحوم ثاني كل واحد واش عنده متوفر من الاحسن، والحاجه الثانيه كل واحد واش يحب ياكل. نقدروا نفيتيو ثاني كامل هذو اللحم والدجاج والطون، كيما نقدروا نديروا حاجه خفيفه باش تعطينا هذيك البنه اللي راح ترافق لنا لي بلا تاعنا. قلت لكم عندي حوالي زوج ربطات تاع معدنوس، عندي حوالي ثلاثه لي بواط تاع الطون، عندي ثاني حوالي 100 غرام تاع جبن ابيض، عندي زيتون اخضر كنت غليته ديجا من قبل، عندي زيتون اكحل نقحيت له النواه من الوسط، عندي حوالي قرن ولا واحد فلفل تاع يكون حمر يكون هذا يحلو، عندي زوج حبات تاع الزروديه سكرفجناهم في رقيق، حبه بصل كبيره طحناها، لي زيبيس وجعنا حاجه خفيفه شويه فلفل اكحل شويه كركم وشويه راس الحانوت، وحنا راح نرافقوها بلاصوص تاع لابيشاميل، كريمة البيشاميل اللي سهلة في التحضير تاعها، واللي ما يحبش ياكل لابيشاميل يقدر يدير ان صوص طوماط، يقدر يدير لاصوص طوماط نورمال، ويدير شوية لي فخوماج من الفوق ويتكل على الله. الحاجة الأولى شوفوا معنا برك، نجيبوا مقلة، بسم الله، يلا بالطريقة هذه، نجيبوا مقلة، نديروا لها شوية تاع الزيت. مشاهدينا الكرام من فضلكم ركزوا معنا هنا، صدقوني باللي الوصفه هذه بزاف بنينه، وميم طون بوكو بليس تكون فيها واحد لا بريزونطاسيون، لازم تقعدوا معنا للاخر باش تشوفوها، ما ديروش الزيت بزاف من الاحسن. راح نديروا هذيك الحبه تاع البصل نتاعنا مع هذيك الكميه تاع الجزر، انا راح ندير نصف الكميه، راني نشوف باللي الكميه راهي بزاف تاع الجزر، راح ندير هذيك الحبه تاع فلفل حلو. يلا من فضلكم هنا كونسونطريو معنا مليح. عندي تاني هذاك الزيتون الاسود، شوفوا برك لي كولر كيفاش يفتحوا الشهيه. يلا اللي ما ياكلش الزروديه مشاهدنا الكرام يقدر يدير واش يحب، هنا لافاكس تلعبوا بها كيما تحبوا وعلى حساب الامكانيات اللي عندكم وعلى حساب واش كاين متوفر في المنزل. عندي ذلك الكميه تاع المعدنوس، بالنسبه للمعدنوس نخليه هنا وندي براسي لاطاب تاعي. يلا شوفوا برك الفرنو واش راح نديروا لها، راح نديروا لها حوالي نصف مغرفه تاع قهوه ولا حوالي قريصه تاع الملح بالشكل هذا. بالنسبه لي زيبيس مشاهدنا الكرام راح ندير شويه شويه. يلا الطريقه بزاف سهله وبنينه وحاجه ثانيك راح تكون جديده. شويه فلفل اسود. يلا شوفوا برك معنا انا مشاهدينا الكرام، بالنسبه لي زيبيس اللي درناهم في لافاكس تاعنا راح نحرجوا فيهم البطاطا اللي رانا وجدناها ديجا من قبل، نستناو برك لافاكس تاعنا هذه حتى وين طيب. انا نشوفوا برك المكونات اللي راهم هنا ما يدوش وقت بزاف، الزيتونه ومغلي زروديه مسكرفجه في الرقيق حبه بصل حاجه ماشي راح تشد لكم اليد بزاف. يلا نستناو برك قلت لكم طيب لنا لافاكس، حنا نربحوا الوقت واش راح نديروا. بالنسبه للبطاطا تاعنا مشاهدينا الكرام، بالنسبه قلت لكم للبطاطا تاعنا، يلا هذه الكميه تاع الطون، عندي هنا زوج علب تاع الطون تاع الزيت وعندي وحده تاع طوماط، راح ندير لها نفس الشيء نحرجها عادي.
عندي لا كميه تاع الملح، نعرفوا بلي البطاطا سامطة ديروا لها شويه ملح زياده باش تجيكم بنينه. راح نديروا لها شويه تاع معدنوس بالشكل هذا. مشاهدينا الكرام نقول لكم برك بالنسبه اللي راح يستعملوا، بالنسبه اللي راح يستعملوا لاصوص طوماط في بلاصه لاكريم بيشاميل اللي راني نوجد فيها، يقدر يدير هنا شويه عكري وشويه طماطيش تاع البيض، يقدر يدير شويه عكري وشويه طماطم مصبره. نفس الشيء نديروا لي زيبيس، شويه فلفل كحل، شويه كركم، شويه سكنجبير، وتقدروا ديروا شويه زنجبير ثانيك. كيما الناس اللي تقدر تدير شويه جوزة الطيب تسكرفجها عادي، باسكو اي غراتان قلت لكم بليزير فو اي غراتان يحب بزاف جوزة الطيب. دوك راح ندير كميه تاع الجبن، راح ندير كميه تاع الجبن بالطريقه هذه. يلا واللي عنده جبن مبشور من الاحسن، واللي عنده جبن مبشور من يستر من الاحسن. دونك نسيو كيفاش نزيدو نابويو غير شويه. نتوما مشاهدينا الكرام من احسن البطاطا كي تكون سخونه ديروا هذه الحرج هذا، ديروه كي تكون البطاطا سخونه باش تقدروا تتحكموا فيها وتجيكم طريقه سهله. يلا انا نشوف فيها برك مازال شويه سخونه راح تجيني سهله. فوالا بالشكل هذا فروماج ديجا راهو طري. عفوا. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معنا هنا من فضلكم، قلت لكم هذيك البطاطا تاعي لازم الحرج يدخل فيها مليح باش تجي بنينه. فوالا بالشكل هذا حطوها دان كوتي ندير براسي برك لا طاب. هنا واش راح نديروا مشاهدينا الكرام، احنا خدموا باش نربحوا الوقت راح نخدموا لا بيشاميل تاعنا. فوالا يلا واش راح نديروا، الحاجه الاولى نقصوا برك شويه الفرن، نديروا كميه تاع الزبده نخلوها برك تذوب في راحتها، نخلوها تذوب ونخدموا لا بيشاميل تاعنا كيف كيف. شوفوا لا فارس تاعنا هذه ديجا بدات تدبل، قلت لكم برك باللي فيها كلش طايب، لا ماجوريتي تاع الخضروات اللي راهم هنا ما يدوش وقت كبير باش يطيبوا. يلا غير نشوفوا برك باللي راهو ديجا دخلها شويه طياب، واش نديروا؟ نجيبوا الكميه تاع الطون تاعنا، نجيبوا الكميه تاع الطون ونديروها في لافارس. قلت لكم مشاهدينا الكرام هنا في لافارس تقدروا ديروا واش ما حبيتوا، كل حاجه اللي تكون عندكم في الدار ومتوفره تقدروا ديروها. يلا فوالا بهذا الشكل دوك نخلوها، نشوفوا برك هنا نزيدوا شويه الفرن. عفوا دوك واش راح نديروا برك مشاهدينا الكرام، راح نديروا هذيك البطاطا تاعنا، نجيبوا ايناسيات نجيبوا ايناسيات ونديروها على شكل ديبولات، نديروها على شكل ديبولات بالشكل هذا، تكون الحبة شوية كبيرة باش كي نفارسيوها راح تجينا تاع شخص واحد. يلا درنا حوالي أربع حبات ولا خمسة بالشكل هذا. فوالا عفوا نحطوهم هنا باش نجو نفرسيوهم كيف كيف. عفوا مشاهدينا الكرام نقصوا برك بالنسبة ما بيشامل تاعنا نقصوا لها مليح. والله نقصوا للزيت هذيك. دوك واش نجو نديرو، نجو نديرو حوالي زوج مغارف تاع الفارينة، نجيبو فوي
إذا شفنا باللي الفارينة هذه راهي قليلة نزيدوا لها شوية. مشاهدينا الكرام هذه لا بيشامل احنا خدموها اليوم لازم تجينا شوية، لازم تجينا شوية خفيفة، باسكو علاش؟ إذا جاتنا ثقيلة بزاف دوك نزيدوا لها الحليب، إذا جاتنا ثقيلة بزاف حتجينا ثقيلة في الماكلة لازم تجينا، لازم تجينا قلت لكم مشاهدينا الكرام شوية خفيفة. نزيدوا الحليب بالعقل، يلا نقعدوا نحركوا بيا حتى وين تتلي مليح هذيك الفارينه. فوالا قلت لكم برك مشاهدينا الكرام لازم لا بيشامل هذه ما تجيناش ثقيله، لازم تجينا شويه خفيفه. يلا دوك انا واش راح ندير لها؟ عندي لها شويه، عفوا عندي لها شويه تاع فلفل اسود، وراح ندير لها شويه تاع الملح، شويه فلفل اسود وشويه ملح. انا بما ان الجبن راح نستعمله في لافارس وراح نستعمله في لابيري ما نزيدش ندير هنا باش ما تجينيش مالحه بزاف. قلت لكم نخلوها هكذا، لازم ما تجينيش، لازم ما تجينيش ثقيله بزاف. راهي ما شاء الله. يلا شوفوا هنا من فضلكم مشاهدينا الكرام، شوفوا برك الطريقه كيفاش راح تكون تاع لافارس تاعنا بالنسبه لابيري. طريقه سهله وبوكو بليس فيها لا بريزونطاسيون. يلا انا نشوفوا برك بلي لافارس تاعنا ديجا راهي واجده، حنا نطفيو لها فوالا ونجو نحطوها هنا قدامنا باش نقدروا نخدموا آلاز. يلا بالنسبه لبولات اللي وجدناهم كيف كيف، دوك واش راح نديروا باش تجيكم العمليه سهله، باش تجيكم العمليه سهله مشاهدينا الكرام، نجيبوا ورق شفاف بالشكل هذا. يلا نخليوه هكذا ما نقطعوش باش نتحكموا فيه كيما نحبوا. نجيبوا لبولات تاعنا فوالا بالشكل هذا. يلا بالنسبه الورق الشفاف راح يعاونكم بزاف، راح بزاف يعاونكم باش تجيكم لافورم تاع الحبه تاعكم بزاف شابه. قلت لكم برك اللي عنده الجبن هذاك الكاري يقدر يديرو، واللي عنده جبن مبشور كذلك يقدر يستعمله. فوالا دوك واش راح ندير؟ حندهنها غير بشويه زيت ولا شويه زبده، شويه زيت ولا شويه زبده بالشكل هذا. يلا بالنسبه للافارس مشاهدينا الكرام انتم من الاحسن تخلوها تبرد شويه، انتم من الاحسن تخلوها تبرد شويه باش تكون الخدمه آليز. نديروا لافارس تاعنا هكذا في الوسط كما راكم تشوفوا. يلا بالشكل هذا. ودوك واش راح ندير؟ انا حنزيد كميه تاع الفرماج الابيض هذا، حنزيد كميه حوالي شريحتين هكذا يكونوا رقاق. ودوك نقطعها هنا. يلا ابخي نغلقوها بالشكل هذا، طريقة سهلة. فوالا طريقة قلت لكم سهلة. أنا علاش درنا هذا الورق الشفاف؟ باش يساعدنا كي نقلبوا الحبة تاعنا. يلا شوفوا كيفاش راح تكون. دوك واش نديروا؟ نغلقوها شوية ونزيروها مليح على حساب لافورم اللي نحبوها. فوالا بالشكل هذا. هاي الطريقة كيفاش راح تكون. نجيبو لو بلا اللي يدخل في الفرن، نرفدو الحبة تاعنا ونحطوها بالشكل هذا. اللي جاتو لافورم تاعها كبيرة يقدر يديرها صغيرة. يلا نزيدو نكملو على الحبات اللي مازالو لنا. يلا بالشكل هذا بسم الله. نفس الطريقة مشاهدينا الكرام، نفس الطريقة ونفس العملية، نحلو بيا
هذيك لا بيري تاعنا ولا اشي بارمونتي اللي رانا نخدموها بشكل جديد، نديروا لها لا فارس بالشكل هذا. مام لا فارس مشاهدينا الكرام بزاف بنينه، نديروا لها نفس الطريقه تاع فرماج. قلت لكم اللي عنده فرماج مبشور يقدر يديرو، كيما اللي عنده هذاك الكاري يقدر يستعملو نفس الطريقه. مشاهدينا الكرام يلا نغلقوها غير بالعقل. فوالا طريقه سهله. قلت لكم برك باللي هذا الورق شفاف راح يساعدكم بزاف. يلا نستعملو يدنا باش نطوها لافورم اللي نحبو. هاي كيفاش راح تكون نفس الطريقه نزيدو، نفس الطريقه نزيدو حبه الثالثه. يلا من فضلك مومو مازال كاين الوقت. تحيه كبيره لك خويا. يلا بالشكل هذا مشاهدينا الكرام شوفوا برك كيفاش راح تكون. قلت لكم نفس الطريقه نعاودوها حتى نكملوا واش عندنا كميه تاع البطاطا. فوالا لا مومو راه يتبع قال لي نسيت الفرماج. بارك الله فيك مخرج وات كويزيني. يلا نديروا الكميه تاع لي فرماج. دوك واش راح نديروا؟ نغلقوها بالشكل هذا. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معانا باش هذه كامل تنوضوا كيما راكم، ديروها حشا وتجربوها وتعطونا رايكم فيها. صدقوني فيها واحد البنه بزاف بنينه وممطو خفيفه، ونبدلوا شويه حاجه جديده اللي راح تعجبكم واقتصاديه بوكو بليس. يلا نزيدو قاونا زوج حبات، نديرو لافارس كالعادة، كمية تاع لافارس، نديرو الجبن. قلتلكم واش عندكم جبن مشاهدنا الكرام تقدروا تستعملوه. فوالا هكدا نقلبو بيان غير بالعقل، ما تخافو والو باسكو علاش هاديك البطاطا راهي ما درنا لها لا بيض لا والو، مي كي تكون محروجه بيان راح تساعدكم في العمل. نغلقوا بالورق الشفاف ونعطونها لا فورم اللي نحبوها. فوالا يلا نظن ان البلاصه واقيلا ما تكفيش، ولا نزيدوا حبه. ها نزيدوا حبه. ضيق في القلوب كما هو يقول لي مومو. يلا يلا شوفوا معنا هنا من فضلكم مشاهدينا الكرام. قلت لكم الطريقه راح تكون سهله وبزاف اقتصاديه وبنينه، ما عليكم غير تجربوها كيما راكم هكذا تنوضوا ديروها عشاء. نزيدو نديرو لها لافارس كيما خدمنا الحبيبات اللي من قبل، نديرو لها الكميه تاع الجبن. فوالا هذه اللي قعدت كامل نديروها هنا. يلا بالشكل هذا نكملوا كيما خدمنا باقي الحبيبات اللي فاتوا بالشكل هذا. يلا الطريقه قلت لكم بزاف سهله مشاهدينا الكرام. نرفدوا الحبه نديروها في لي بلا اللي راح يدخل للفور. دوك حنا رانا وجدنا ديجا لا كريم تاعنا، دوك نجو نديروها. قلت لكم ماشي مليح تكون ثقيله بزاف، لازم تكون موايا. فوالا حتجيكم بزاف بنينه هذه خوتي، وكلش راهو طايب في طايب. تسمى ندخلوها للفرن تاخذ غير هذاك اللون الذهبي وراهي واجده. فوالا اللي ما يحبش لا بيشاميل يقدر يدير لاصوص طوماط في بلاصتها، تانيك تجيه ما شاء الله.
مشاهدينا الكرام نقول لكم ثاني بالنسبه اللي عنده الجبن مبشور يقدر يدير لها شويه جبن مبشور من الفوق. دونك حنا شاعلين الفرن على 180 درجه ندخلوها حوالي 15 دقيقه تحمر وراهي واجده. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم نروحوا فاصل قصير ونرجعوا لكم. ليكيب بنا كبيره. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معنا بط الاطباق هادو. بالنسبه لهذا ماشي نورمال ولادكم الزوج يحوسوا على تاع برا، نمزح معكم برك مشاهدينا الكرام. بالنسبه لهذيك لابوم دو تيغ اللي خدمناها فاخسي صدقوني باللي بنه عظيمه، وهذيك التحليه البارده تانيك بالطبع والشان. مشاهدينا الكرام نقول لكم قدوا اوفياء لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم اللي ياتيكم يوميا على قناتكم البلاد تي في. تحيه كبيره لكم ويعطيكم الصحه لكم تمدونا من وقتكم. نقول لكم برك عفوا استناونا في عدد جديد ان شاء الله. سلام.